أكبر تحالف نيابي في العراق وتجمع الكتل النيابية كتلة الحل سائرون الحكمة الوطنية القرار والنصر، وهناك تحالف آخر يضم دولة القانون والفتح وغيرهم من نواب محافظة صلاح الدين، وانضمام بعض النواب إلى هذا المحور وإلى ذاك. هذا الانقسام دكتور الواضح والحاد في تشكيل الحكومة بين أن الصراع بين محورين وأن العراق مقسوم على نفسه، الإيراني من جهة والأمريكي والسعودي من جهة أخرى، والملعب طبعا العراق والشعب العراقي وكل من ينادي بالوطنية. دكتور، الآن تحت الشعب العراقي يئن تحت ضربات الجوع والقهر، هل بيع العراق دكتور أبو علي؟ شوفي، هذه كلها أخطاء الإيراني. ليش أخطاء الإيراني؟ لأنه بالبداية كانت القبضة السيف بيد الإيراني، الآن الإيراني مسك السيف من منتصفه، فحينما يجر يقطع يده، وهاي مشكلة. الإيراني ما يريد يفتهم وهاي مشكلة، والوي الإيراني هم ما يريد يعرف وهاي مشكلة. من يضيع البوصلة في منتصف البحر فعليه أن يتصدى للأمواج العاتية، وإيران أضاعت البوصلة في منتصف البحر فعليها أن تتصدى للأمواج العاتية. حقيقة الأمر طبعا احنا مع الجمهورية الإسلامية، ان غربت او شرقت. كيف يجمع ابو علي مع التيار الصدري مع ولاية الفقيه؟ محمد صار امنيا من اخطائنا نكرس اخطائنا. لذلك لو ايران جعلت من الشيعة قطعة واحدة ما يحتاجون كل هاي الاستفافات، لأصبحوا قوة يفرضون رأيهم على الشارع العراقي بكل ما يملكون قوة، بالبناء، بالإعمار، بالخدمات، بالسياسة الخارجية. الآن شو محصلين؟ الآن المشروع السعودي بدأ ينتصر، والمشروع السعودي بدأ يوصل إلى مبتغاه، وهذا ما فعلته ما أرادته إيران بغير قصد أو بقصد حينما أتت بحكومة السيد المالكي، دولة الرئيس المالكي قبل 4 سنين. وشيران تقول أنا خطأنا، ربما يقولون خطأنين، بس يقولون خطأنين بمن بالغرف المظلمة، ما يقولون خطأنين قدام الناس. اللي يخطأ يتحمل خطأ.